أما دلوقتي فنبدأ بخبرنا الأول من وزارة الاستثمار. مصر واليابان النهاردة وقعوا اتفاق منحة بقيمة 15.4 مليون جنيه لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة. الاتفاق بيساهم في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم برامج وخطط التنمية لمصر. ده في ظل التعاون المستمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، خاصة بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين. وقع الاتفاق كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وسفير اليابان بالقاهرة بحضور وزير المالية محمد معيط. كنت حريصة جدا من احنا كوزارة الاستثمار والتعاون الدولي على كل التمويل المتاح من الجهات الدولية، ان انا اكون دايما بنسق مع وزارة المالية، نرتب الأولويات مع بعض، نراجع شروط التمويل، نشوف ايه الافضل لبلدنا، نشوف ايه المشاريع اللي محتاجين ان احنا نتحرك فيها سريعا، ايه اللي حاجات الموازنه ممكن تدعمها، ايه الحاجات اللي جهات التمويل الدوليه ممكن تدعمنا فيها، ايه اني مجالات محتاجين خبره دوليه. ودي كانت من المواضيع المهمه، وكنت حريصه جدا ان احنا نكون متعاونين، واخدت كتير من النصائح والافكار من الدكتور معيط والزملاء طبعا من وزاره الماليه. المشروع الكبير اللي حاليا بيشتغل مع شركة إرنست أند يانج علشان نميكن كل البيزنس بروسيس بتاعة مصلحة الضرائب، وإن شاء الله بإذن الله زملاء شغالين بكل جهدهم، وهتكون الار اف بي جاهزة إن شاء الله عشان نبدأ طرح عملية الأوتوميشن لكل البيزنس بروسيس بتاعة مصلحة الضرائب. وأعتقد إن هما كمان إن شاء الله بإذن الله الفاتورة الإلكترونية برضو كمشروع طموح لمصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب يعني عليها شغل كبير جدا جدا جدا. تكلفات سيادة الرئيس بالنسبة للضرائب لازم الوضع يتغير، لازم نسهل ونيسر، وده هيتطلب تعديل في إجراءات العمل. واعتقد ان في مشروع قانون جاهزين في مصلحة الضرائب وزارة المالية للتقدم لمجلس النواب في توحيد إجراءات العمل.